احنا بندرس الكتاب هنتعلم حاجه اسمها ساينس، علم اسمه علم تفسير الكتاب المقدس اللي هو بالانجليزي اسمه الهيرمينيوتكس. هندرس الهيرمينيوتكس دي. الماده دي بتدرس في كليات اللاهوت، والشخص اللي ما بينجحش فيها مش مسموح له انه يكون لا مبشر ولا قسيس، ممكن يكون اي حاجه تاني. ما ينفعش انك تعلم وانت ما بتعرفش اسس تفسير الكتاب المقدس والقواعد بتاعته، عشان نقدر ان احنا نعرف الايمان والمعتقد السليم لكنيستنا او لينا كافراد. طيب الكتاب نستطيع ان نقيس به كل شيء. الكتاب هو المصدر الوحيد الموثوق فيه للحصول على معلومات عن الله وعن الحاله الروحيه للانسان. يقول كده انه كاطفال مولودين اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش. يعني ايه عديم الغش؟ يعني تاخده وانت مطمن بيور، كل حاجه فيه صحيحه وسليمه ونقيه. في عصور مظلمة عدت كتير على الكنيسة، وفي العصور المظلمة الناس ما كانتش بتدرس كلمة الله. يقول كده إشعياء: إلى الشريعة وإلى الشهادة، إن لم يقولوا مثل هذا الكلام فليس لهم فتح. للأسف الشديد إنه في حاجات في الأبوكريفة يعني هم اعتمدوا عليها ولقوها إنها صالحة وحلوة وكويسة. مثلا من فين الكنيسة جابت الصلاة لأجل الأموات؟ من هنا. لما واحد يموت ليه بصلوا عليه؟ اتجابت من هنا يا جماعة. انت جبت الجذور الوثنية بتاعتك ودخلتها في الديانة. احنا عشان ما درسناش الموضوع ده، هو اساسا موجود في الترجمة السبعينية. كويس؟ ليه؟ لأنه الترجمة السبعينية جت إزاي أولاً؟ إنه كان في بالظبط، كان في ده ما بين العهدين يا جماعة، حصل ما بين العهدين كان في الإمبراطورية اليونانية قبل الرومانية. كويس؟ الإمبراطورية اليونانية كان فيها واحد حاكم اسمه بطليموس. الراجل ده حب يعمل أكبر مكتبة في العالم، وبالظبط حطاها في الإسكندرية. كويس؟ عشان الموقع الاستراتيجي بتاع الإسكندرية. وقال انه عايز يجيب كل كتب العالم ويحطها تبقى جزء في المكتبه دي. فمن ضمن الكتب راح بعت لاورشليم لليهود وقال لهم انا عايز كتب اليهود. هو ما خصوش هل هي وحي او مش وحي، هو عايز كل الكتب لانه عايز يعمل مكتبه. ففعلا جابوا له كل الكتب بتاعتهم، وجاب 70 شيخ، من هنا اسم الترجمة اتاخد. والسبعين شيخ دول من ال 12 سب حطاهم عشان يترجموا الأسفار دي. بس وترجموها زي ما هي من العبري لليوناني. مفيش، أنا عايز أقول لكم مفيش ولا مخطوطة من أسفار الأبوكريفة بالعبري، كل اللي موجود عندنا يوناني فقط، بيتاخد من السبعينية. أشكرك. كويس؟ ده شعار نهضة مارتن لوثر، سولا سكريبتشورا، يعني الكتاب فقط، سولا جراتيا النعمة فقط، سولا فاتيا الإيمان فقط. ده شعار بتاعهم، ثلاث حاجات: الكتاب والكتاب فقط، وده شعارنا احنا في الدراسة دي برضو، النعمة فقط وبالإيمان فقط. أنا عايز أمر معاك بسرعة خالص على بعض الأدلة، مش هنقراها كلها، بس الأدلة الصارخة يعني إن الأسفار دي لا يمكن تكون وحي. فيها قسمناها لداخلية وخارجية، يعني حاجات من الأسفار نفسها وحاجات من الناس اللي قروا الأسفار ديت. الأدلة الداخلية إنه ورد في الكتاب الحكمة إنه من كتابة سليمان، ولكن الكاتب استشهد ببعض أقوال أشعياء وأرميا وهما كانوا بعد سليمان، مفيش ولا نبوة فيها. كويس؟ وأنا عايز أقول لكم إنه الأسفار بتتعرف إنها وحي لأنه فيها نبوة، لأنه الله فوق الزمن.
كويس، الله لانه هو فوق الزمن، فهو بيشوف المستقبل وبيقول لنا قبله. كويس، مش هو قال انا الالف والياء، يعني بالظبط. تخيل كده انه ربنا حاطط رجل في بدايه الزمن ورجل في نهايه الزمن، وهو شايف الزمن كله قدامه زي الفيلم. كويس، فهو بيشوف ايه اللي حصل في المستقبل وبيقول لك، مش كده؟ عشان كده عندنا نبوات بصيغه الماضي، يقول لك كده ثقبوا يدي ورجلي، وثقبوا فعل ايه؟ ماضي. بالنسبه لله ده ماضي. شوف العظمه بتاعت الكتاب المقدس، مش ستثقب يدي ورجلي. وكتير جدا من النبوات كويس يعني جت بصيغه الماضي، يعني بيقول لك مثلا احزاننا حملها في الماضي، على ظهري حرس الحراس، على ظهري حرس في الماضي. كويس، اوجاعنا تحملها وهي بعد ما صار، وهي بعد ما صار، ده قبل المسيح ب 700 سنه. واللي انا قلته بتاع ثقبوا يديه، ده قبل المسيح ب 1000 سنه. كويس، فلا توجد فيها نبوه، ولم يذكر اي كاتب منها انه وحي، بل اعتذر حكمه صراخ عن السهو والخطا. بصوا قال ايه؟ إذا كنت قد أحسنت التأليف أصبت الغرض، فذلك ما كنت أتمنى، وإن كان قد لحقني الوهم والتقصير فإني قد بذلت وسعي. ثم كما أن شرب الخمر وحدها أو شرب الماء وحده مضر، مين اللي قالك أن شرب الماء وحده مضر؟ كويس؟ إنما تطيب الخمر ممزوجة بالماء وتعقبها لذة وطربا، كذلك تنميق الكلام على هذا الأسلوب يطلع مسامعي التأليف. وكان سفر مكابيين الثاني كويس اللي هو يعني قال النهاية دي وحيا، ما قال ان التقصير ربما قد لحقه. فين لكلام ارميا هكذا يقول الرب، ويقول لك كذا وكذا وكذا، ويقول لك وحي اشعياء ابن اموس هكذا قال رب الجنود كذا وكذا وكذا. فيها اخطاء تاريخيه منافيه لروح الوحي، دي اهم حاجه. كويس، في تناسخ للارواح، عارفين تناسخ الارواح؟ بالظبط، يعني بالظبط يعني ري انكارنيشن. كويس، احنا ما بنؤمنش بده. يعني قالوا ليوحنا المعمدان انت ايليا، قال لهم لا انا مش ايليا. كويس، ما عندناش تناسخ ارواح. والتبرير بالاعمال بيقول لك الصدقه تكفر الخطايا. كويس، يعني مش فاهم، يعني ان كان بالناموس بر فالمسيح مات بلا سبب. جواز الانتحار والتشجيع عليه، جواز الكذب، احد ملائكه الله اللي هو رفائيل، ما فيش رفائيل عندنا يا جماعه، رفائيل ده في الابوكريفا بس. كويس، احد ملائكه الله رفائيل كذب وقال عن نفسه انه عزريا بن حنانيا العظيم من بني اسرائيل، فان خدع طوبيا كويس وقال انك من نسب كريم. كويس، يعني قال له اولا انا عزريا بن حنانيا، فمره في واحد حب يطلع منها يعني يدافع عن الحته دي، قال ما عزريا يعني ده اسم ليه معنى روحي وكده. قلنا له طب ايه رايك في بن حنانيا؟ المسيح علم قال كده الملائكه لا يزوجون ولا يتزوجون، ما فيش ملائكه عندهم نسل، ونجد الصلاه من اجل الموت وتقديم الكفاره لهم. مش بس تصلي لأجل الموت، كمان تقدم له كفارة. ده يناقض ويضرب بمثل لعازر والغني عرض الحائط. قال له بيننا هو عظيمة قد أثبتت، مفيش حد مننا يقدر يجيلكوا ولا واحد منكم يقدر يعبر إلينا، اللي جوه جوه واللي بره بره. ويفتح فرصة إنه الشخص ما يتوبش، يقول لك أنا افرض مت في خطاياي، ما ممكن أهلي يصلوا لي او يعملوا حاجه زي ما بيعملوا المسلمين، يقول لك يروح فلان الفلاني ياخدوا فلوسها يشتروا له بيها ثلاجه وكل واحد يشرب بقى كوبايه ميه تبقى لها اجر، وبعدين الحسنات تزيد والسبيل اشكرك انا. وعبرانيين 9:27 بيقول وضع للناس ان يموتوا مره ثم الدينونه، ما فيش حاجه في النص ثاني. كويس، ذكر ممارسات سحريه زي ما قال عادل وخرافات مثل احراق كبد الحوت يهزم الشيطان، ده في سفر توبيا. ايه قصه توبيا دي؟ واحد بيحب واحده، بالظبط واحد بيحب واحده. كويس،
وكل ما هي تتجوز هي جميلة جدا، كل ما تتجوز في الشيطان يعني بيموت الرجالة بتوعها يوم دخلتهم كويس. فهو حب البنت دي وعايز يتجوزها بس خايف يلحق اللي سبقوه يعني. فراح طوبيا ده راح عمل ايه؟ راح اتعرف على الملاك ده بالظبط، والملاك قال له بص انا هدي لك وصفة ها ما تخرش المية. طيب اعمل ايه؟ قول. قال له تجيب كبدة الحوت وتحرقها فينهزم الشيطان. وصفة. انا عايز اقول لكم بالظبط دي خرافات وده يعتبر سحر. قول لي ليه؟ ده ضد وصايا ربنا لسببين. السبب الاول انه الاسماك والحيتان واعضائها ليست ضمن الذبائح المذكوره في سفر اللاويين خالص. مفيش ذبيحه من سمكه كويس، في طير بس مفيش سمك. نمره واحد. نمره اتنين، ده سحر لانه ذبائح العهد القديم لم تستخدم قط لطرد الشياطين والارواح الشريره، بل الحان المزامير زي ما كان بيحصل مع داود وشاول. لا دي متاخده الاسطوره دي ده ووتش كرافت. ووتش كرافت بالظبط، دي متاخده زي ما هي كده من ووتش كرافت بالظبط بالظبط. وفي النهايه القصه بتقول ان هو فعلا جاب كبده حوت وحرقها ويوم الدخله والشيطان انهزم وعاشوا في سبات ورباب خلفوا بين الملاك. هي دي الابوكريفه. الصدقه تنجي من الموت وتمحو من الخطايا برضه في سفر طوبيا، والاعتماد عليها ينقذ من كل شر. واخد بالك؟ اعتمد على اعمالك. وهذا يناقض عقيدة الكفارة بكل وضوح، انه عبرانيين 9:22 بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، لانه الله عادل، اجرة الخطية موت مش اعمال. والآية اللي قلناها من شوية في غلاطية 2:21، ان كان بالناموس بر فالمسيح مات بلا سبب. في سفر يهودية إباحة للرذائل، تستغل بطلة السفر طبيعتها كامرأة في الحيلة والكذب والخداع والتملق والإغراء الجنسي. إيه اللي حصل في القصة دي؟ إنه كان الأعداء الأشوريين حاصروا مدينة أورشليم. يهودية دي واحدة أرملة جميلة، فالحصار بقى ازداد كويس وبقت الحالة ضنك. فراحت هي بقى عملت إيه؟ يعني اغتسلت وفكت شعرها وسرحته ازاي، ولبست ملابس اغراء وخدت معاها ازازه خمره والوصيفه بتاعتها، وراحت معسكر الاعداء. مسكوها الاعداء، رايحه فين؟ قالت لهم القائد بتاعكم استدعاني. بصوا لها كده قالوا لها اتفضلي. راحت المعسكر برضه وقفوا لها في الخيمه، رايحه فين؟ قالت لهم انا رايحه للرئيس بتاعهم. دخلوها، دخلت جوه، قالت له انا هوري لك المداخل السريه بتاعت اورشليم عشان انت توقع المدينه كلها في يوم. قال لها بجد؟ قالت له انا عارفه المداخل هوريها لك وانت هتنتصر وتعالى نحتفل بالانتصار. وخدت الازازه وشربته. بس ايه اللي حصل؟ انه الراجل بعد ما شرب وسكر، راحت هي بقى عملت ايه؟ قطعت راسه بالسيف بتاعه وخدت راسه ولفتها وطلعت بيها هي والوصيفة كأنها دي الإزازة اللي هي دخلت بيها، وراحت أورشليم. وتاني يوم راحوا اليهود علقوا راس الراجل ده من فوق السور. لما العساكر شافوا القائد بتاعهم راسه اتقطعت، قال لك لا ده الاله بتاعهم بقى ومش عارف ايه وكده، وخافوا وجريوا ولموا بعضهم ومشوا. وكانت هزيمه ساحقه لجيوش الاشوريين. هل الله بيخلص بالطريقه دي؟ بصوا بيقول كده، طلبت من الله ان يوفقها ويبارك خداع شفتيها، بتقول له كده كويس، لضرب الاعداء الاشوريين وقائدهم اسمه ايوه اليفانا. انا عايزكم تقروها كويس. ف
في 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 يهوديت 9 9 عدد 10 و13 و وتشوفوا بنفسكم دي موسوعه ارثوذكسيه كويس. نفتح عهد قديم, نفتح سفر يهوديت اصحاح 9 في عدد 10. هي دي صلاة يهوديت, شايف العنوان فوق صلاة يهوديت في عدد 10 بتقول له ايه؟ مين يقرا لنا؟ واضرب اضرب بشفتين الخادعتين العبد الى جانب الرئيس والرئيس الى جانب خادمه واسحاق واسحق واسحاق واسحاق تعجرفهم بيد امراه بيد امراه. اقرا 13 وهب هنا وهب لكلام الخادع أن يجرح ويؤلم أولئك الذين دبروا المؤامرات القاسية على عهدك وبيتك المقدس وقمة صهيون والبيت الذي يملكه أبناءه. إزاي ربنا يستجيب صلوات زي دي فيها تقول له بارك خداع شفتايا؟ طب ما هو جدعون برضه عمل نفسه عمل ايه؟ معلش انا عايز قول لي عمل ايه؟ انا معاك كده كله انا قول لي الكلام ده بس جدعون برضه راح قال له ده انا جايب لك اخبار مهمه طلع الناس وراح مطلع السيف. ده اولا ده مش جدعون سوري ده واحد تاني من سفر القضاه كان قصير واعصر واعصر قال له ايه؟ بالظبط عجلون الراجل السمين قال له ايه؟ قال له انا جايب لكم قال له انا جايب كلام مهم للرئيس بتاعكم. قالوا له طيب خش فتشوه. واعصر ماسك السيف بالشمال بيفتشوا اليمين بس هو سيف قصير كمان سيف قصير بالظبط هو ماسك فهم ما بيفتشوش الشمال يعني فهو انتهز الفرصه دي لانه اعصر او اشول فدخل فراح قال له انت عايز تقول ايه؟ قال له انا جايب لك معايا كلمه الله وطلع السيف وادم. سؤال هل السيف مش كلمه الله؟ لا 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 ما قالوش كده طلعها هو قال له انا جايب لك كلام سر طيب راح نطلع كل اللي في البتاع سر ايه كل ايه كل اللي في الحق في محضر الملك الله عايز يقول له كلام سر مش ده خداع لا فين لا. فين الخداع فين الخداع قول ده مش كلام كلام سر هو كان جايب له قضاء الله يعني طيب وسيف وسيف يخرج من فمه في سيف بس عشان دي بترد عليها القصه دي في فرق ان انا القصه ان انا احكيها ان واحد في اليهود عمل حاجه مش تعرض فكره وفي فرق ان انا بحكيها كتعليم بالظبط هنا انا كاني بعلم ان انا ممكن اصلي الصلاه دي بالظبط لكن هنا هو الراجل اللي عملها كده وبعدين عايز اقول لك بس احنا فعلا بنهزم اعدائنا بسيف كلمه الله لا انا يعني حته هل لا وفي العهد القديم الاكل دي حوادث القتل كتيره كانت وانا عايز بالظبط واباده شعوب بحرها كانت بتحصل يعني بس انا عايز اقول لكم انه في خداع كويس وفي يعني ما سمعناش انه في ثلاثه نجوا بالطريقه دي او انه اليشع القصه اللي انا حكيت عنها في المنبر كويس اليشع انتوا شفتوا ازاي ربنا نجى المدينه من غير خداع من غير غش من غير اي حاجه واذا جبتوا الجاسوسين اللي رحاب كذبت عشان تنجيهم فانا عايز اقول لك انه رحاب ما كانتش تعرف الشريعه ازاي تحاسبها وهي امميه فاكره انه الزنا خدمه للاله بتاعها واخدين بالكم؟ يعني رحاب لما كذبت ما كانش تعرف وصايا موسى. دي بس كل اللي تعرفه انه الشعب ده ربنا معاه وشقالهم البحر واذاب الامم من قدامه. اوكي؟ بعدين كما انها مدحت شمعون ابن يعقوب الذي غدر باهل شكيم لانه هي طبعا رايحه تغدر برضه. كويس؟ مع ان الله ذمه. ازاي تمدح شخص الله ذمه كويس الكلام ده في تكوين 49 وفي اغراء جنسي زي ما قلنا مال التبن مع الحنطه يقول الرب ادله خارجيه لم تظهر الا بعد انقطاع النبوه وخاتم الانبياء هو ملاخي ولم يعتبرها اليهود منزله ولم يستشهد بها السيد المسيح او تلاميذه ولا الاباء الاولين ولا المؤرخين امثال فيلو ويوسيفوس. وفي سنه 435
قبل الميلاد جمع عزر الكاهن والكاتب كل أسفار المقدسة في مجلد واحد بمساعدة 120 من أعضاء مجلس السنهدرين. كانوا بيشوفوا أي سفر فيه نبوة كويس، أي سفر كان فيه واحد من رجال الله بيتكلم، أو واحد من رجال الله استشهد من سفر تاني فياخدوا السفر التاني ده كويس، وأقروا بقانونيتها. ثم أضاف بعده شمعون الورع الذي كان آخر أعضاء مجلس السنهدرين، ثلاث أصفار وهي عزرة ونحمية كانوا سفر واحد، وأستير وملاخي. ده 435 قبل الميلاد، مجمع جمانية سنة 90 ميلادية، يقرر اليهود الأصفار من تكوين إلى ملاخي 90 ميلادية. زي ما قال لنا عادل، دي الأصفار بس اللي احنا بنعترف بيها، وهي مثل التي بين أيدينا اليوم. القديس جيروم في القرن الرابع لم هو اللي اكتشفها على فكرة، هو نفسه فصل بين الأصفار دي واحتسبها صالحة لتعليم الأخلاق، لكنها لا تصلح لتكوين عقيدة. أما الأصفار المسمى قال كده، الأصفار المسمى الأبوكريفة فليست من الأصفار المقدسة ولم تكتب بوحي إلهي، فلا سلطان لها، وتعتبر وتستعمل كسائر المؤلفات البشرية. الكتاب المقدس ليس ناقصا أو محتاجا لأي أصفار أخرى زي ما ذكرنا. حتى أبونا متى المسكين في كتابه الحكم الألفي طبعة 97 صفحة نمرة 3 كتب الأبوكريفة العبرية العبرية المزيفة التي جمعها وألفها أشخاص كانوا حقا ضالعين في المعرفة ولكن لم يكونوا مسكين بالروح القدس. ثم قال في هامش الصفحة نفسها تسمى هذه الكتب بالأبوكريفة المزيفة، وهي من وضع القرن الثاني قبل الميلاد، وفيها تعاليم صحيحة وتعاليم خاطئة وبعض الضلالات الخطيرة مختلطة بعضها ببعض، ولكنها ذات منفعة تاريخية كوثائق للدراسة. أنا عندي سؤال بالنسبة للخداع يعقوب خدع عيسو وأخذ الضلال صح، ليه ربنا ظهر له في حلم وبرق وبعد كده؟ أشكرك. مش المفروض كان يعني يلومه على اللي عمل كده؟ ليه ظهر له برق؟ أشكرك. يعقوب أولاً كان مقدر البركة أكتر من عيسو. كويس؟ والبركة كانت هتجيله لأن عيسو بعهاله. استهان بيها. كويس؟ والبركة إنه مش بس إن أنت تاخد نصيب اتنين، البركة كمان بركة روحية إنه المسيح كان هيجي من نسله. كويس؟ هو استهان بكل ده في سبيل إشباع الغرائز الجسدية بتاعته. وأي واحد بيستهين أو بيبيع كويس البركة الروحية اللي ربنا بيديها له على حساب أو عشان يشبع رغباته الجسدية، الله على طول بيحرمه من البركة دي ويقول له أنت ما بتستحقهاش. كويس؟ فربنا كان بينظر لقلب يعقوب إن هو عايز البركة دي. كويس؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، البركة دي كانت فعلا من حقه. كويس؟ لأنه هو باعها له رسميا. كويس؟ المشكلة بس إنه يعقوب استخدم الخداع عشان ياخدها، بس هي من حقه من أول ما عيسو باعها له، فده ضعف من عند يعقوب. انا معاك. طب ليه ربنا ما وبخوش عليه؟ يعني هو اتأدب بامور صعبه كتير. انا عايز اقول لك ما يزرعه الانسان فإياه يحصد، زي ما هو خدع ابوه خدعه. مش بس لابان خدعه، ولاده خدعوه، قالوا له يوسف اتذبح. يوسف اتاكد بالذات عارف بنفس زي ما دول خدعوه، زي ما هو خدع ابوه بجلد خروف، ولاده خدعوه بجلد خروف. ما يزرعه الإنسان فإياه يحصد. وفي ناس كتيرة بتقول إنه ربنا سمح لبولس إنه يترجم لأنه كان موافق على رجم استفانوس. بس إيه الفرق لما أنا أزرع وأحصد؟ لما تحصد مع الرب بيكون في تخفيف. صحيح بولس اترجم، بس يقول كده التلاميذ أحاطوا بيه وأوهموه وشالوه وضمدوا الجراحات بتاعته. في نعمة، في نعمة مع الحصاد. لو أنا زرعت حتما هأحصد. يبقى الأولى من الأول إن أنا ما زرعش، لأنه وانس إن أنا زرعت الحصاد آتي. الزرع ممكن يكون في الظلام،
بس الحصاد دايما في العالم ونتائجه صعبه. اللي اسمه أهود. أهود. هو في هنا حتى ان يعني حتى في النبوءه او في اصحاح 9 من رساله روميو اتكلم على الموضوع ده وقال ان الله اختيار الله من قبل الاثنين ما تولدوا كان كده، فسواء يعقوب بيتحايل او لم يتحايل كده، هو يعقوب بس كان كبير يستعبد لصغير فقال لك ان هناك شعبين هيجوا منهم لكن انا الله لا يحق الاختيار، اخترت الشعب ده، فسواء هو عمل او ما عملش. ما هي دي يعني تملي مع بعض الشراح يقول لك الام لو كانت فهمت الكلام كويس ما كانتش خلت تعمل حيله، لان كان كلام الله هيتحقق او ممكن ترجعها الى علم الله المسبق. الله لا كل الله ده هيحصل واللي كان أيوة ماشي ما هو ده اختيار وظيفي مش اختيار. لا انا اللي اقصده انا عارفه هو من حقه البركه وفعلا ربنا باركه وكده، بس كعقاب للكذب، ما هو الكذب من ضمن الخطايا المفروض يعني في سفر الرؤيا جميع الكذبه طيب ما هو ده كذب. طب ليه ربنا ما عاقبش؟ ايهما اصعب، التوبيخ ولا الحصاد؟ انا عايز اقول لك ان هو نتيجه للكذب ده عاش سنين كتيره محروم من ابوه اسحاق ما قدرش يشوفه، وكمان عاش محروم من ابنه يوسف. ده لما شافوا الحادثه دي انا مش ممكن اقراها وما ابكيش، يعني حادثه مؤثره جدا ان هما ازاي اتلاقوا مع بعض، قال لهم ابوكوا حي روحوا هاتوه. فده درس لينا انه ممكن ما تحصدش حالا بس الحصاد جاي جاي. بالظبط داوود زنى وقتل حصلت بيته وقتله وزنى. بالظبط جاي نسان النبي وبخه حكى له قصه النعجه، راح هو وقف وقال له يقتل ويرد اربعه اضعاف زي ما بتقول في الشريعه في سفر الخروج. قال له ما تخافش الرب قد نقل عنك خطيتك. بس زي ما داود زنى ابنه أبشالوم زنى مع بناته قدام الناس كلهم. زي ما بقول لكم اللي زرعوا داود في الخفاء لكن اللي حصدوا في العلن، لأنه أخيتوفل قال له عشان تعلن ان انت ملك هات نساء ابيك واتضجع معهم في وضح النهار قدام كل الناس فيعرفوا ان انت بقيت ملك. وزي ما داود قتل واحد اللي هو أوريا، ربنا عمل زي المثل اللي هو قاله قتل أربعة من ولاده. أمنون قتلوا أبشالوم وأبشالوم مات، وبعد شوية الابن اللي اتولد من بس شبع مات، وبعدين أدنيا أشكرك اتمسك بقرون المذبح وسليمان قال لهم اقتلوه وده الولد الرابع مات. مبدأ الزرع والحصاد يا جماعة مبدأ صعب، وانا عايز اقول لكم الخطيئه خاطئه جدا. مش ممكن بس ممكن نعمه الله بالظبط هتحصد عشان كده من الاول ما تزرعش فعلت الشر ولا معاقب عليه لم تعاقب عليه في الاخر بس هتاخد هنا. يعني ربنا بيقصص لو حتى داود تاب وطلب السماح بالظبط برضه اخد يا جماعة الله عادل. وأنا عايز أقول لكم في حصاد بس مع الحصاد في نعمة. يعني صحيح هو يعني حصل له أبشالوم عمل انقلاب عليه بس إيد الرب كانت محافظة عليه وأبقى حوشاي الأركي جوه القصر وهو اللي أدى المشورة لأبشالوم بالظبط واللي وقع فيها أبشالوم وبسببها داود رجع للحكم تاني. في حصاد لكن نعمة الله هتكون بتخفف عليك في الحصاد. لما الرب يقول ما نتجوزش نساء أجنبيات، انت لو كسرت القانون ده وتجوزت واحدة هتعيش طول عمرك تعيس، بس انت ممكن تطلب انه الله يخفف عليك التعاسة دي، بس هي تعاسة في الاخر. خلونا نقف مع بعض افتكر انه الكتاب المقدس كامل مش محتاج اي اصفار تانية، وافتكر انه الكتاب المقدس يقدر يوصلك للكمال.
افتكر ان الكتاب المقدس ليه كل السلطه. قل يا رب انا عايزه تملك في حياتي بالكامل عن طريق كلمتك. يا رب انا عايز كلمتك تكون ليها السلطه الاولى والاخيره في حياتي. مش عايز اطبق 8 وصايا واكسر وصيتين، لانه انت قلت كونوا قديسين كما اني انا قدوس. الله لا يتهاون مع الخطيه، وكل خطيه احنا بنزرعها ليها حصاد، والحصاد مر قد لا تحصده الان، تحصده في الابديه، بل حتما مش حصاد في الابديه، لكن في نتائج صعبه. قل له يا رب امسكني من ان اخطئ اليك يا رب. افتكر الدوافع بتاع دراسه الكتاب المقدس، افتكر انه روح الله مش هيتكلم بره كلمته. لازم تعرف الكلمة عشان تنال قيادة وعشان تنمو روحيا وتقدر تغلب الطبيعة القديمة وتنظف حياتك بالمراية عشان متبقاش نجس. افتكر ان كلمة الله بتكشف لك استراتيجيات العدو، وهي اللي بتساعدك ان انت تنتصر عليه، لان اسلحة محاربتنا ليست جسدية. افتكر ان لازم تعرف كلمة ربنا كويس عشان تقدر تعلمها لولادك وللتلاميذ، وعشان تقدر تقدم ليها مشورة حقيقية، مشورة تنقذ واحد من الموت والانتحار، من انه يسيب الكنيسة، من انه يسيب المسيح ويروح للعالم. افتكر الشعار بتاعنا ان احنا نعرف الحق، نطبق الحق، وكمان مشهور. افتكر ان الله بحبك وانت غالي على قلبه. بيقول لك الكتف واحد للرئاسة، لكن الكتفين بيك انت، انت اللي رجعت لي من الضلال بتاعك. انت غالي على قلبي وعزيز جدا عندك. ايه دي مكانتك في مكان في قلب ربنا؟ قل أشكرك يا رب على مكانتي في قلبك يا رب. أشكرك لأن أنا عزيز عليك. أشكرك لأجل كلمتك يا رب، ما هي بتعزينا في كل ضيقاتنا، تملأ قلبنا من إيمان يا رب. أنت قلت بالإيمان يحيى، وإحنا نقول لك النهاردة مع التلاميذ يا رب زد إيماننا يا رب، زد تعمقنا في كلمتك يا رب، خلي كلمتك تسكن فينا بغنى يا رب. يا رب ساعدنا انه احنا نلهج فيها نهار وليل، ساعدنا ندرسها زي نسبرية ما كانوا يدرسوها يا رب، وما ناخدش اي كلام كانه مسلمات، لكن نمتحن كل شيء ويكون شعارنا ماذا يقول الكتاب، وهل هذه الامور هكذا. يا رب من فضلك يا رب ساعدنا انه فعلا نكون يا رب راسخين يا رب في كلمتك، وهي تكون ثابتة فينا فنقدر نغلب الشرير يا رب. يا رب خلي الكنيسة العربية، كنيسة إدمنتون، تكون كنيسة بتطلع دارسين وبتطلع معلمين لكلمتك، تكون منارة لإدمنتون كلها، تقول الحق ولا شيء غير الحق، بدون مجاملات، بدون مساومات مع الطوائف التانية. احنا نقول الكتاب زي ما هو. يا رب ساعدنا ان احنا نفصل كلمة الحق باستقامة، ساعدنا ان احنا يا رب فعلا نعلن حقك ونكون منارة، لانه انت قلت انه لو الملاك بتاعك بيجامل وما بحبكش انت المحبة الاولى، انت حتأتي وتزعزع المنارة بتاعته. يا رب ثبت منارتنا يا رب، يا رب ارجوك يا رب ساعدنا يا رب ان احنا يا رب فعلا نحب كلمتك على قد ما نحبك، لأنه موقفنا منها هو موقفنا منك أنت نفسك. ليك الكرامة، ليك المجد من الآن للأبد. آمين.